غادي يكون هنا واحد الاجتماع مستعد لقطاع التعليم من طبيعة الحال مناقشة ديال الوضع التعليمي في المغرب انطلاقا من سواء المسألة ديال التوقيعات اللي كاينة مع واحد المجموعة ديال النقابات او ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية، ندرسوا هذاك الاتفاقات اللي كاينه وعاد الوضع التعليمي وخاصه المشروع الاصلاح المتحدث عن انطلاقا من مجموعه من المحاور، لان كاين لجان اللي كانت تكلفت باش تدرس كل محور بوحده، غادي يجيو يعرضوا هاد القضايا هذه اليوم على اللجنه الوطنيه لقطاع التعليم. وفي الاول غادي كما سبق دابا انه كان الكلمه الافتتاحيه ديال الرفيقه نبيله منيب، وغادي يكون واحد العرض ديال الاعمال ديال اللجنه الوطنيه لقطاع التعليم، غادي نقدموا شنو دارت هاد اللجنه خلال سنه كامله من العمل، وغادي يكون في اخر المطاف واحد مجموعه ديال التوصيات اللي غادي تسلم المكتب السياسي، وهذا كله استعدادا للمؤتمر الوطني ديال الحزب، المؤتمر الوطني الخامس، بالاضافه لمعرفه هذه المشاكل اللي كيعيشها القطاع ديال التعليم.